السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هناخد ازاي نجيب المعكوس الضربي للمصفوفة. اول حاجة عندي بغير نظام الآلة الحاسبة الى نظام الماتريكس اللي هو رقم 6. بعد كده بختار الماتريكس نوعها واحد اللي هي ايه، والمصفوفة بتاعتي اللي انا مجهزها 3 في 3، بختار برضو واحد او نوع حسب نوع المصفوفة اللي موجودة ايه قدامك، فبختار الواحد. وبعد كده بحط الارقام بتاعتي 3 يساوي 1 واضغط يساوي، 2 واضغط يساوي، وبعد كده 2 كمان واضغط يساوي، -3 يساوي، -1 يساوي، 1 يساوي 2 يساوي 1 يساوي. وبعد كده بشيل الكلام ده كله وشيفت وبختار ماتريكس اللي هي رقم 4 هنا، تمام، وبختار اللي هي اسمها كان ايه، فبختار الرقم بتاعها هنا 3، بقول له 3 واحط له هنا اس -1 اللي هو -1 ويساوي، واكتب الايه المعكوس بتاع الضرب. لحظة هنا طبعا عشان ما تكتبش بالارقام العشرية، الآلة الحاسبة كاتبه لك تحت هنا -1/8 -8 جنبه، تقف عليه و يعني تقف على الخانة بتاعتك او المكان بتاعك بتاع العنصر، وهيطلع لك ايه الكسر بتاعك. طبعا عشان تشيل النظام ده خالص مند وتضغط 1 علشان ترجعها للحالة الأصلية.